الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولقد صدقكم الله
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما صرفكم عنهم لأبتليكم ولقد عفا عنكم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم من الأمر من شيء
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قتلنا هاهنا
فالتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن صدق الله العظيم. إن الذين تولوا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم استزلهم الشيطان ببعض ما ولقد عفى الله عنه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فبما رحمة من واستغفر لهم
وشاورهم في الأرض فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله متوكلين صدق الله العظيم. عن عبد بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف الحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدريجان محافظة البحيرة، إدارة الصوت والضوء، إدارة الحاج عبد المنعم زغزوغ وأولاده المقيمين بمركز ومدينة تيل برو. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.